سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. لأنه نحن سوريين فمن واجبنا نحمي الطفل السوري من كل أذى ممكن يصيبه، وما في أذى أكبر من السلاح إن كان موجه على الطفل أو إن كان بإيده، وهذا اللي عملوه القائمين على الحملة اللي رح نحكي عنها اليوم. بعد ما طلعت حملة أنفر اللي أطلقوها عناصر جبهة النصرة بمحافظتي إدلب وحلب لتجنيد الأطفال، واللي أدت لتجنيد حوالي 500 طفل من المدنيين بصفوف جبهة النصرة، طلعت حملة مناهضة تحت اسم أطفال لا جنود، أطلق فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة بمناطق متفرقة من ريف إدلب بشمال سوريا، بمحاولة جادة لتوقيف عمليات تجنيد الأطفال ضمن الفصائل المسلحة وتوريطهم بالنزاعات. الأطفال اللي تجندوا ضمن حملة النصرة بتتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، ودافع الأهل إنهم يبعثوا أولادهم ببعض الأحيان هو دافع مادي وبعض الأحيان دافع ديني، أو أوقات لمجرد الإحساس بالقوة من خلال وجود أبناء مسلحين أو مجندين. اتركز نشاط القائمين على حملة أطفال لا جنود على نشر صور وكتابات وشعارات على الحيطان بتدعو لوقف تجنيد الأطفال وتشجعهم على الابتعاد عن السلاح والاهتمام بالدراسة. ومن بين الشعارات المتداولة: عيش طفولتك بدون سلاح، سلاح الطفل علمه، الأطفال مكانهم المدارس، طبعا بالإضافة لنشر شعار الحملة أطفال لا جنود على الحيطان بالمدن والأحياء. لاقت الحملة تفاعل إيجابي عند أغلب المؤسسات التعليمية والاجتماعية، علما أنه نشاطات الحملة ما كانت علنية بسبب تصدي ومقاومة الفصائل المسلحة إلى وللحملات اللي بتشبهها. طبعا الهدف من الحملة بالدرجة الأولى تنبيه الأهالي وتوعيتهم من خطورة أنهم يبعثوا أولادهم ليقاتلوا ضمن فصائل اللي عم تستناهم لتجندهم، وضرورة الاهتمام بتعليمهم من خلال المؤسسات التعليمية. وبتعتمد الحملة على فريق بيتألف من عدد من الناشطين داخل سوريا وتحديدا بشمال سوريا. بيقوم هذا الفريق بأربع أنشطة، كل نشاط موجه لفئة معينة من المجتمع. في جلسات توعية بيعملوها المدرسين والناشطين للأطفال والأهالي بعدة مناطق، وبخ الجرافيتي وهو موجه للمجتمع بشكل عام، البوسترات اللي بتتلزق على الحيطان واللي بتحمل رسومات وشعارات خاصة بالأطفال، وكمان توزيع بروشورات موجهة بشكل خاص للأهالي بتتضمن مواد توعية بتحمل أهداف الحملة وأفكارها، وهي الوقوف بوجه محاولات تجنيد الأطفال بالشمال السوري. منتمنى التوفيق للقائمين على هاي الحملة، ومنتمنى كمان التوفيق لكل الحملات والنشاطات اللي همها يعيش السوري صغير ولا كبير انه يعيش بواقع احسن. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.